طلبنا من رجال أعمال جزائريين الذين شاركونا في هذه العملية وهم متواجدون معنا هنا الآن، ووفروا لنا 11 طن هذه العملية بطبيعة الحال لتدخل في إطار عملية إفطار الصائم، إفطار الصائم خاصة وأن الجالية الجزائرية الآن في فرنسا لا يوجد لها كل الإمكانيات زي ما عندنا هنا بالجزائر. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 21 جثمان من جزائريين توفوا بمنطقة باريس وليون، بطبيعة الحال سوف نستقبلهم هنا ونرجع للجزائر للدفن في الجزائر 746 جثمان جزائري لكي يدفنوا في أرض وطنهم الحبيب.